عشان طول ما في اختبارات يبقى في انتظار، لكن كل يوم بيعدي بيظهر مواهب. مش عايز اقول ان في قلت شويه، هي ما قلتش، لكن هي طبعا بعد المسافات والسفر والكلام ده كله، برضو المعيشه يعني فيها ظروف كتير ممكن تخلي ناشئ او لعيب كويس ما يجيلكش. بعد المسافه، المعيشه ما بتغلى، مكانه بعيد مش قادر يجي، لكن في مواهب، في مواهب موجوده. انا شايف ان النهارده برضو لا الحمد لله في ناس، لكن ما اقدرش اقول ان هو ده اللي هيبقى موجود، لان طبعا دي تصفيه اولى وانت بتفكر في تصفيه تانية وثالثه، وبعدين يخش مع الفرقه بتبدا تشوفه مع الفرقه. لكن في، وربنا يسهل ان شاء الله ونشوف الاحسن. واحنا كل الناس يعني اللي شغاله في القطاع وشغاله، ديك شايف المدربين من الساعه 7 الصبح قاعدين وبيختاروا بمركزين وبينقوا عشان نعمل حاجه جديده للنادي الاهلي، وان شاء الله نبص لقدام ونطلع نشئ كويس للفريق الاول. السنه دي انا شايف مواهب عن السنتين اللي فاتوا، احنا لحد دلوقتي ماضيين 3، وان كان المواهب بتظهر اكتر في السن الصغير. السن الصغير طبعا حضرتك عارف بيبقى لسه في وقت انه يتعلم، لكن احنا لحد دلوقتي ماضينا 3 انهم هيدخلوا معانا الفرق على طول ان شاء الله. لكن انا مستبشر خير السنه دي ان شاء الله. بنبص لحته الفكر بالنسبه للولد، الذكاء في الملعب، يمكن السن الصغير ده لسه بقى ما فيش نمو، ما اكتملش نمو، لكن بنبتدي نشوف هو بيفكر ازاي في الملعب، بيتحرك ازاي، بيستلم ازاي، بيعمل دريبل ازاي بالكوره. هي دي المقاييس بالنسبه لنا في السن الصغير ده. الحمد لله الاختبارات السنه دي منظمه جدا زي كل سنه، واحنا بنبقى موجودين من الساعه 6 الصبح عشان ننظم كل حاجه قبل الاولاد ما يجوا، ونبتدي من الساعه 7 ونص ندخل الاولاد كل سن لوحده، وكل كل ملعب بيبقى شغال مع المدربين والاداريين، والحمد لله منظمه وماشيه كويس. والله هو كل مدى والاختبارات في الاعداد بتبقى اصعب، وفي الاعداد بتزيد عن الموسم اللي فات وعن اللي قبله. يعني الموسم دوت في اليوم بيجي لنا في حدود 2500 ولد، ما بيبقوا حارس وحارس مرمى في اليوم. الحمد لله يعني الناس كلها طبعا نفسها ان اولادها يلعبوا كوره بعد ما شافوا محمد صلاح وبعد ما شافوا اللعيبه في كاس العالم، فكل ولي امر بيتمنى انه ابنه يعني يبقى لعيب كوره. يعني احنا طبعا بنيجي بنختار الناشئين اللي هم جايين جداد طبعا يختبروا، بنشوف طبعا العامل البدني والعامل المهاري، وفي نفس الوقت طبعا بنقيس كل مقياس ليه تدريبات خاصه بنعملها. بدايه ان احنا مثلا بنشوف التكف بتاعهم بيبقى عامل ازاي، والرشاقه والمرونه بتاعتهم، والتريات كان تراي عالي او تراي ارضي، وفي نفس الوقت بنشوف طبعا اهم شيء فيهم العامل اللي هو البدني. اللاعب المميز بناخده وبعدين بنبتدي نمضيه على الاستمارات على اساس ان احنا نضمن ان هو يبقى معانا ما يروحش اي نادي تاني، لان في بعض اللعيبه بتيجي كذا نادي فبيتقيد في كذا نادي، ودي طبعا بتبقى مشكله بالنسبه له. فاحنا بناخده بنخليه يمضي على الاستمارات، وبعد كده لما بينجح في المرحله الثانيه بنبتدي نقيده يعني.